تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أليم لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وأصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب الطال والمرار والبراق والألم داف البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في الله والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى في الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والمراقب مركبه والميراث سفره سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين مسيرتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جمالي بلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. يا مولا کریم جو جو کلام پاک پڑھا گیا کھانے دا ثواب کلمہ کلام دا ثواب کی توج کا دا ثواب تیری اونچی پاک بارگاہ لیے پیش کرنے قبول ہو جس آمین. مولا کریم جو تیری پاک بارگاہ لیے بے حد و بے حساب اجر عظیم میں دے ایسا ثواب تیرے محبوب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ عالیہ وچ ہدیتن تحفہ نظرانہ عاجزانہ قدتن پیش کرنے قبول ہو آمین. مولا کریم ایسا ثواب سرکار دے صدقے دے نال سرکار دے والدین سرکار دی آل پاک اولاد پاک تمام ازواج مطہرہ تمام شہیدان کربلا جنگ بدر جنگ عہد میں شہید ہونے والوں کو پیش کرنے قبول ہو آمین. مولا کریم ایسا ثواب بابا آدم علیہ السلام تو لے کے ہن تک جتنی آقا دی امت دنیا تو پردہ فرما گئی سب کو پیش کرنے قبول آمین. مولا کریم ایسا ثواب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے دے نال آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے دے نال مولا کریم ایسا ثواب مولا کریم سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی قطب ربانی غوث السندانی محبوب الحقانی سر الچشمہ سلطانی سلطان سید محی الدین عبد القادر جیلانی دی پاک بارگاہ عالیہ دے وچ ہدیتن تحفتن نذرانہ عاجزانہ عقیدتن پیش کرنے قبول آمین. اس سواب میرے شیخ کامل حضور حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سرکار دی مائی باپ حضور حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سرکار حضور سلطان العارفین دی پوری اولاد پاک دے رونوں درجہ بے درجہ فردن فردن پیش کرنے قبول آمین. مولا کریم اپنے محبوب دا صدقہ کر کے تمام اولیاء اکرام تمام غوث قطب عبداللہ دے روم پیش کرنے قبول آمین. اپنے محبوب دا صدقہ کر کے ساڈا اس در دے اتنے آنا جانا مولا کریم قبول فرما ساڈے تے رحم فرما. مولا کریم ساڈے شاہ کامل دے اتنے مہربانیاں فرما انہاں دے صدقے نال ساڈے تے رحمت فرما صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقے ہی و نور عرشے ہی و دینہ تے فرشے ہی و قاسم رزقے ہی محمد و علی آلہ و اہل بیت ہی و ازواج و ذریات اجمعین. تھوڑے سارے کرم ٹائم تھوڑا